أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الحادي عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. عزيزي الطالب، أمامنا الآن هذا النص وهو لجلالة الملك عبد الله بن الحسين. دعونا نقرأ. كل عربي يعلم أنكم يا أبناء سوريا تستنصرونه وتستثيرون حميته ليأتيكم مسرعا ملبيا مقبلا غير مدبر، ومن حيث قد توالت علينا الدعوات وصمت آذاننا الصرخات، فها أنا قد أتيت مع أول من لباكم نشارككم في شرف دفاعكم لطرد المعتدين عن أوطانكم بقلوب ذات حمية وسيوف عدنانية هاشمية. أتينا لبذل المهج دونكم لا لتخريب البلاد كما يفترى علينا، وكفانا دليلا صادقا بلاءنا في الله والجنسية والوطن وتعريض النفس للأخطار والمحن وما وضعه عليكم ذلك المستعمر من الضمانات المثقلة. هنا عزيزي الطالب، المطلوب منا بهذا النص أن نستنتج ملامح الفكر القومي عند الأمير عبد الله. ما هي المطالب التي نادى بها البيان؟ لماذا جاء المستعمر حسب رأي الأمير؟ بعد ذلك عزيزي الطالب، أعلن الأمير عبد الله نفسه نائبا للملك فيصل، ودعا أعضاء المؤتمر السوري إلى عقد اجتماع في معان. التف حوله رجال الحركة الوطنية، وقد بدأت الحركة الوطنية في شرق الأردن تستعد لاستقباله في عمان. غادر معان في 28 من شباط عام 21، وفي 2 آذار عام 21 وصل الأمير عبد الله إلى عمان فاستقبله الأردنيون، وقد خاطب المرحبين به قائلا: وما جاء بي إلى هنا إلا حميتي وما تحمله والدي من العبء الثقيل، ولو كان لي 70 نفسا وبذلتها في سبيل الأمة لما عددت نفسي أني فعلت شيئا. موقف فرنسا وبريطانيا من قدوم الأمير عبد الله بن الحسين. هنا اتخذت فرنسا الإجراءات اللازمة لتعزيز قواتها على الحدود الجنوبية السورية لمنع دخول رجال الحركة الوطنية الأردنية بقيادة عبد الله ابن الحسين إلى سوريا والدفاع عنها، وطلبت إلى بريطانيا اتخاذ التدابير المناسبة للحد من نشاط الأمير، لأن حركته تعد خرقاً لاتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا. هنا لم تعتقد بريطانيا أن الأمير عبد الله سيهاجم منطقة تقع تحت انتدابها، ولذا أعلمته بأن الحكومة البريطانية على استعداد لبحث القضايا العربية. في هذه الأثناء زار وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني القاهرة لزيارة الأوضاع البريطانية ودراستها بعد ثورة 20 في العراق. دعا المندوبين البريطانيين في المنطقة إلى حضور المؤتمر في القاهرة بتاريخ 21 ل 24 آذار. اضطرت بريطانيا أن تتعهد للعرب بإعطائهم حق إدارة شؤونهم في العراق والأردن، تسمية الملك فيصل ملكا على العراق، تولي الأمير عبد الله زمام الأمور في الأردن، إرسال قوى عسكرية إلى الأردن. هنا توجه تشرشل إلى القدس فدعا المندوب السامي البريطاني في فلسطين هيربرت سموئيل الأمير عبد الله رسميا لزيارة القدس للتفاوض معه، وذلك بتاريخ 27 من شهر آذار عام 21. استقبل أهل القدس الأمير عبد الله استقبالا حافلا، وقد عقدت 3 جولات من المباحثات بين الأمير عبد الله وتشرشل. ومن نتائج هذه المباحثات كانت تأسيس حكومة وطنية في شرق الأردن، تكون هذه الحكومة مستقلة إداريا، تقدم بريطانيا مساعدات مالية، مدة هذا الاتفاق 6 أشهر قابلة للتمديد.
على أثر الاتفاق السابق، عاد الأمير إلى عمان، اتخذ على عاتقه وضع الخطط الكفيلة بتنظيم شرق الأردن وتوحيدها في إدارة مدنية واحدة، وشرع في بناء الإدارة المركزية الأولى، فعهد إلى رشيد طليع بمهمة بناء جهاز إداري منظم وتأليف أول حكومة في شرق الأردن بتاريخ 11 نيسان عام 21. لقد أعلن تأسيس إمارة شرق الأردن عام 21 وسميت حكومة الشرق العربي، أصبحت تضم عجلون، السلط، الكرك، ثم التحقت بها مقاطعة معان في عام 25، وبقيت الإمارة تحتفظ بهذا الاسم حتى 28، إذ صدر قانون التشكيلات الإدارية الجديد، أصبح اسمها الرسمي إمارة شرق الأردن، وقد احتفظ به حتى إعلان الاستقلال في 25 من شهر أيار عام 46. هنا بعد ذلك عزيزي الطالب سننتقل إلى أسئلة النص وأسئلة الدرس. اذكر الصفات العامة للحكومات المحلية، بين ملامح الوعي السياسي عن طريق مؤتمر أم قيس في 2 أيلول عام 20. أعطي سببا لكل مما يأتي: ترحيب أهالي شرق الأردن بالأمير عبد الله بن الحسين، تعزيز فرنسا وجودها على الحدود الجنوبية لسوريا، أيضا وضح موقف فرنسا وبريطانيا من قدوم الأمير عبد الله إلى شرق الأردن، اذكر قرارات مؤتمر القاهرة عام 21. هذا هو عرض لما سنقوم بدراسته خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 11. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.